مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة لبنى صوت. كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكون أموركم كلها بخير وعلى خير. وكديرين مع رمضان في هذا الكونفينمون؟ صراحة هذا صعيب شوية، ما قدرناش نشوف والدينا، ما قدرناش نشوف عائلاتنا، من الحمد لله وصلتني لا كوموند من ايكيا وبغيت نشارك معكم التفاصيل ديالها. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لا كوموند من ايكيا، اول حاجه غادي تدخلوا لجوجل وغادي تكتبوا ايكيا ماروك وغيدخلكم اوتوماتيكمون على لو سيت ديال ايكيا. تما غادي يخرج لكم لو سيت فيه لي زارتيكل كاملين، غادي تدخلوا وغادي تاخذوا لي زارتيكل اللي بغيتوا تحطوهم في لو باني، ومن بعد غادي تخرج لكم واحد لا ليست اللي غادي تكتبوا فيه المعلومات ديالكم. صافي اوتوماتيكمون كدوز لا كوموند. جابوها ليا صراحه في يومين، نفس لا دات اللي كاتبين ليا النهار اللي بغيت ندوز لا كوموند هي اللي جابوا ليا فيها، هي اللي جابوا ليا فيها لا كوموند ديالي. صراحه داروها زوينه، جيبوا لك لا كوموند ديالك حتى للدار. لا ليفريزون كاينه 60 درهم وكاينه ديال 250 درهم. كيفاش؟ ديال 60 درهم كيكونوا لي زارتيكل ما فايتينش 20 كيلو، وما ما فيهمش شي ارتيكل اللي فايت مترو. يعني الا كانت عندك الا كانت عندك لي زارتيكل اللي هما يخفاف ما فايتينش 20 كيلو وما فيهمش شي ارتيكل اللي فايت مترو، كتحسب لك لا كوموند ب لا ليفريزون ب 60 درهم. الا كان عندك شي فايت لا كوموند ديالك 20 كيلو عندك شي ارتيكل اللي هو فايت مترو، فان لا ليفريزون كتحسب 250 درهم. انا يا هادشي اللي جابوا لي جابوه لي ب 60 درهم، ما فايتش 20 كيلو جابوه لي ب 60 درهم، وصراحه ما خديتش شي حاجه اللي هي كبيره. ثاني حاجه اللي عجبتني هي انهم جابوا لي وصلتني جوج بحال هادو، وصلوني جوج كارطونات، وحده دايرين لي فيها داكشي اللي هو يا كامل زاج، وحده دايرين لي فيها داكشي اللي ما غاديش يتهرس بلاستيك وحديد وداكشي. حاجه وصلتني غادي نبداو بهاد القريعات هادو. هاد القريعات هادو عجبوني بزاف، كيجيو دايرين بحال هكا، صراحه غادي ينفعوني في رمضان. المهم انا غادي ندير لكم فيديو، غادي ندير لكم كل حاجه من هادشي فاش غادي نستعملها وكيفاش غادي ننظم هاد القريعات كاملين اللي خديت وهاد لي بواط وهادشي. غندير لكم ان شاء الله الفيديو الجاي فيه التنظيم ديال هادشي كامل. خديت هادو، خديت منهم ثلاثة، هادو كانوا دايرين 39 درهم ودارو ليهم 29 درهم، أنا خديت منهم ثلاثة بحال هكا، غاديين يجيو زوينين مع بعضياتهم، رخاص صراحة لو بخي ديالهم رخاص، 29 درهم زوينين. بلاتي أشنو خديت خور؟ من بعد شنو خديت؟ خديت هادي، هادي زوينه خديتها هكا، خديتها على قبل الديسير، بغيت نخلط فيها شي حاجه هكا هي كتجي غارقه. كانوا عندي جوج تهرست ليا وحده وعاود شريت وحده اخرى، كينفعوني بزاف. دايره هادي 19 درهم و50، رخيصه بالثمن وزوينه كتنفع بزاف. هادي اشنو اخر خديت؟ خديت هادو يجيو زوينين بحال هكا صغيورين. خدي العصير الماء اللي بغيتو تحطو فيهم كيجيو زوينين بحال هكا، كيجيو جوج دايرين 29 درهم الوحده، كيجيو زوينين بحال هكا تحط فيهم العصير الماء. اشنو خديت من بعد؟ خديت هادو، هادو كيجيو بحال هكا، كيجيو 6 دايرين 29 درهم، كاينين واحد اخرين بحالهم دايرين 28 درهم. المهم انا زلت هاد الشكل هذا، كيجيو بحال هكا، كيجيو على هاد الشكل هذا زوينين، الاتاي الحليب كيجيو بحال هكا زوينين. هادو شنو خديت اخر؟ خديت هاد القريعات هادو، خديت منهم جوج كيجيو بحال هكا، هادو دايرين 29 درهم حتى همايا. هادو حتى هما ان شاء الله نوريكم في الفيديو الجاي شنو غادي ندير فيهم، كيجيو زوينين هكا. شنو خديت اخر؟ خديت بحالهم وهمايا صغيورين، كيجيو بحال هكا ثلاثة دايرين 49 درهم، كيجيو بهاد الشكل هذا زوينين صراحة، ثلاثة بحال هكا يفيدوني بزاف حتى هما. المهم وشنو خديت اخر؟ خديت هاد الطويطات هادو كيجيو بحال هكا بيضين سامبل، هادو دايرين 6 درهم و50، وخديت بحالهم طبيصلات كيجيو بحال هكا بهذا الشكل هذا،
يجيو غارقين شويه. حتى هما خديت فيهم ثلاثه، حتى هما دايرين ب7.50 تيجيو على هذا الشكل هذا. وخديت بحالهم ثلاثه الزليفات اللي كيجيو حتى هما يا بحال هكا، حتى هما كيجيو بحال هكا زوينين، حتى هما دايرين ب7.50 صراحه. جاوا مع بعضياتهم زوينين كيجيو هكا، نقدروا نحطهم في لا طابل بهذا الشكل هذا، كيجيو زوينين كيجيو بحال هكا. وصراحه رخاص بالنسبه لو بري ديالهم، رخاص رخاصين ب7.50 بياسه، صراحه زوينين. ومن بعد اشنو خديت عاوتاني، خديت هاد لي بواط هادو، هادو زوينين فيهم 17 وحده ب49 درهم، صراحه غادي يفيدوني بزاف في رمضان. وصراحه باغابوغ كونتيتي بري صراحه زوينين بزاف، غادي يفيدو بزاف هاد رمضان هذا. بعد اشنو خديت، خديت هاد الشبيكه هادي كتجي بحال هكا في البيض، هادي خديتها ب19 درهم صراحه زوينه، الخضره و المهم اي حاجه بغينا نغسلوها زوينه. خديت هاد لابواط هادي، هادي خديتها للقهوه بالحديد، زوينه ما كتخليش القهوه تبرد، وبالدوغي من هنا وهي في النوار، صراحه زوين الشكل ديالها. هادي خديتها ب29 درهم، كاينه الكبيره ديالها دايره ب39 درهم. خديت هاد البانسو هذا خصب ليا ديالي، هذا داير 19 درهم. خديت هاد لابلونش، هاد لابلونش كتجي على هاد الشكل هذا، هي صراحه صغيره، انا كنت كيصحابني شويه كبيره على هكا، مي صغيره، ولكن انا ما خديتهاش باش نقطع فوق منها، خديتها باش نبريزونتي فوق منها الماكله، مي كنت كنتوقع زعما شويه كبيره على هكا، ولكن صغيره ولكن زويون اللون ديالها وداكشي زوينه. هادي 99 درهم. خديت هاد لي بلونش حتى هما كيجيو بحال هكا صغيورين زوينين، هادو دايرين 49 درهم الوحده، خديت جوج حتى هما خديتهم على قبل نحط فيهم الماكله، كيجيو زوينين. اشنو خديت عاوتاني، خديت هاد المقيبطات هادو، هادو بحال هكا بقات لينا شي بلاستيكه وبغينا نسدوها ولا شي حاجه كنسدوهم بهم، دايرين 19 درهم، كيجيو بحال هكا بزاف، كاينين فيهم الكبار وكاينين فيهم الصغار، كاينين فيهم مقيبطات كبار ومقيبطات صغار. واخر حاجه خديت هما هاد التكيتات هادو، هادو خديتهم على قبل القرعات، كل حاجه كتب شنو سميتها وداك الشيء، خديت فيهم جوج. وخديت هاد الشيطه صافي، خديت هاد الشيطه هادي دايره 5 دراهم، هاد التكيتات هادو دايرين 19 درهم، دايرين 19 درهم. ايوا صافي، هادشي اللي خديت، ان شاء الله يكون عجبكم هادشي اللي خديت، ننصحكم بها. وصراحه اللي ما درتش بها انايا، ونتمنى زعما ما توقعوش من المشكل اللي وقعت فيه، ان السيد فاش يجيب لكم لا كوموند فيريفيو معاه سور بلاس، حيت انا فاش وصلتني لا كوموند ديالي ما فيريفيتش معاه، ملي جيت نحسب لي زارتيكل لقيت ناقصني واحد لارتيكل، خديت منها جوج ما وصلتنيش. نتوما باش تفاداو هذا المشكل فيريفيو مع السيد سور بلاس باش يجيب لكم لا كوموند. وانا صراحه تواصلت معاهم وقالوا لي غادي يحلوا المشكل وغادي يشوفوا كيفاش وصلوا لي لارتيكل ديالي. مي نتوما باش تفاداو هذا المشكل هذا، حاولوا انكم تفيريفيو مع السيد سور بلاس وباش توصلكم لا كوموند ديالكم كامله مكموله ان شاء الله. مهم، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وانني فتكم شي حاجه سورتو الناس اللي باغيين يدوزوا لا كوموند ديالهم من ايكيا. سينو بغيتوني ندير لكم فيديو نشرح لكم به لي ديتاي ديال كيفاش دوزوا لا كوموند ديالكم من ايكيا، خليو لي تحت في لي كوموند. وما تنساوش تبارطاجيو القناه ديالي مع اصحابكم مع عائلاتكم، هكا غادي تشجعوني اكثر، وتخليو لي تحت في لي كومونتير الفيديوهات اللي تبغيو تشوفوهم، وضغطوا على الجرس هكا يوصلكم دائما الجديد. باي باي.